صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. رح نبدأ بأولى فقرات صباحنا غير لليوم، وأكيد رح نترافق فيها بمعالم الجمال والإبداع الفني والريشة. وضيفتنا لليوم قدرت تجمع بين الموهبة والإحساس والمنحة الأكاديمي كمان عبر مجموعة من الأعمال يلي حققتها مساحة من التفرد. رح نعرف أكثر تفاصيل عن ضيفتنا. بسعدنا أن تكون معنا لليوم الدكتورة عتاب ناعم، أستاذة مساعد بكلية الفنون الجميلة قسم التصوير. صباح الخير دكتورة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دكتورة عتاب. صباح الخير فيكي. خلينا بالبداية، يعني ما بنعرف اليوم إذا بدنا نلحق نحكي عن المسيرة الحافلة يلي عندك بين التحصيل الأكاديمي وبين الفن والإبداع يلي عم تقومي فيه حضرتك. خلينا نحكي هيك بشكل موسع أكثر. أنا بدأت دراستي بمعاهد خاصة بالطفولة، وبعدين حبيت أنه أدرس الفن بشكل أكاديمي بكلية الفنون الجميلة، وكانت دراسة ممتعة وحبيت المجال كتير. يعني ما بتخيل أني أدرس شيء تاني، أو ما تخيلت حالي بمكان غير الفن، فحبيت كفي دراسة وفعلا كفيت الماستر وعملت الدكتوراه. وكانت الدراسات اللي اشتغلت فيها بتخص الفن السوري. وحققت كمان المعدل الأول بفن الإجازة قسم التصوير. الحمد لله. كانت دراستي بالماجستير عن جذور التصوير العربي الحديث، لأنه كان عندي شغف بهذا المجال، وكملت بنفس الرتم. كملت بنفس الرتم بالتصوير السوري. تمام دكتورة، خلينا هيك تفاصيل أكثر. كلنا بنعرف أكيد التحصيل الأكاديمي اليوم هو شيء كتير أساسي ومهم، وحضرتك أكيد كملتي بالماجستير والدكتوراه. شو الغاية أو شو الهدف اليوم من إكمالك هذا التحصيل الأكاديمي بهذا المجال اليوم؟ شو ممكن يفيدك؟ هلأ الفن هو حاجة عند أي إنسان، من الطفل، الإنسان، يعني شو ما كان شغله، هذا الإنسان هو بحاجة للفن ليعبر عن نفسه بالنهاية. يعني إحنا ما فينا إلا ما نعبر عن نفسنا كل لحظة وكل يوم، لكن المعرفة والتحصيل الأكاديمي بيساعدنا إنه يكون هذا الشيء بشكل مدعم أكثر بالمعارف التقنية، بالمعارف التاريخية، بالتحصيل العلمي. هذا كله بيساعدنا لحتى نعبر عن نفسنا بطريقة توصل أكثر، توصل أكثر للعالم. تمام. كمان دكتورة، بتصريح سابق لحضرتك ذكرتي أنه الهدف الأساسي من المنظومة البصرية يلي قدمتيها أنت هو تعميق العلاقة الكامنة بين الأشكال والمضامين يلي موجودة فيها. لهيك رح نتابع مع حضرتك مجموعة من أعمالك ونحكي فيها أكثر. تمام. خلونا نتابع المجموعة من الأعمال. خلينا نحكي عنها أكثر، وصفينا إياها بشكل لفظي. هلأ أنا ركزت بشغلي أكثر على الأشياء التراثية الموجودة بالتراث السوري القديم. هذا التحوير بالشكل هو عبارة عن رسالة بصرية بتحمل مضمون كتير قيم، وهي اللغة البصرية الراقية. جزء منا عبر ريبورتاج على الهواء بعض الصور من أعمالك. خلينا كمان نحكي عنها أكثر، كل صورة شو بتحكي، شو الهدف منها، شو المضمون تبعها. يعني هاي الصورة اللي هلأ عم نشوفها، حكي لنا عنها شوي. هاي الصورة هي عازف بيانو، وهي الصورة اللي شايفينها هي مثل ما قلنا هي محاورة بين التراث والمعاصرة. محاورة بين تراث معاصرة. أنا حبيت إنه الشكل التراثي يكون موجود بلوحتي، لكن بلغة معاصرة للفن التشكيلي اللي مطروح هلا، للغة التشكيلية اللي مطروحة بزمننا. يعطيك ألف عافية. لوحات مميزة عم نتابعها اليوم عبر الشاشة لحضرتك. رح نتطرق لمحور تاني اللي هو ورشات العمل والمؤتمرات العلمية اللي شاركتي فيها، والبداية يمكن عام 2010 مع السفارة السويدية بالتعاون مع جامعة دمشق. خلينا نحكي عن الورشة بعنوان الرسالة البصرية. شو ضمنت هي الورشة وشو كانت أهدافها؟ كانت أهدافها أنه نحن نعلم الطالب كيف يوصل الرسالة اللي هو حاب يقولها بلغة بصرية مدروسة وبمضمون قيم. يعني أنه هو يعرف المضمون اللي حابب يعبر عنه ويوصله بلغة راقية.
شو ما كان مضمون هاي الرسالة، حتى لو كانت رسالة إعلانية، رسالة فنية، رسالة إلى علاقة بفنون التصميم، أيوة. إنه نحن نعلم الطالب الأدوات لحتى يقدر يوصل هاي الرسالة. وكانت الفكرة إنه مجموعة من الطلاب من مجموعة من الكليات، يعني كان في طلاب من كليات الإعلام، من كليات الفنون، من أكثر من اختصاص، وهدول الطلاب عملوا جروبات وتنافسوا على تنفيذ الفكرة، أنه كيف الطالب من كل كلية بيقدروا يعملوا جروبات ويقدروا يوصلوا لمنجز بصري كتير حلو. ممكن نحن نطلب منهم تصميم مدخل لبناء معين أو تصميم واجهة لشيء، وهن بيوصفوا هدول الخبرات وهن لسه طلاب ما فاتوا بسوق العمل. هاي التجربة كانت كتير جيدة إلهم مفيدة، يعني عطتهم آفاق كتير حلوة حتى بمجالات شغلهم وعملهم. يعني من خلال هالورشة في كتير منهم قدروا يلاقوا مجالات عمل كتير حلوة. مثل ما صار كمان عام 2011 كمان صار في ورشة عمل مع مركز التوجيه المهني، وهو إعادة تأهيل مدخل بناء الجامعة كمان. تمام. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلأ هاي الفكرة كانت تكملة للشي اللي صار بالأول، بس هون كان عنوان المشروع المدخل جامعة دمشق، أنه نحن شو التصاميم اللي بيقدروا طلابنا يطرحوها، شو الرؤى اللي بيقدروا يقدموها لتصميم مدخل لجامعتهم. وحتى كان في طلاب من الميكانيك وكان في طلاب من الهندسات، ونحن يعني ما كتير تدخلنا بالشغل، حبينا انه هن يطرحوا نفسهم، وكان الشغل مفتوح. يعني سوينا كامب لمده طرح اسبوع حسب اختصاصه، حسب اختصاصه. مثلا طالب ميكانيك شو بيقدر يقدم لهالمشروع، طالب تصميم شو بيقدر يقدم لهالمشروع، حدا اختصاصه يعمل هويه بصريه لهالمشروع بيكون من كليه الفنون الجميلة قسم الإعلان مثلا، حدا اختصاصه ديكور، بيقدموا كل هالتنوع اللي عندهم لإبراز المشروع اللي هن حابين يقدموه، بنفس الوقت مشروعهم عم بينافس مشاريع أخرى عم بيقدموها بقية الطلاب. فكان جو كتير بناء لطلاب، وحتى نحن كتير انبسطنا فيه، والنتائج اللي طلعت بصراحة مرضي. لليوم بنشاهدها بمتعة، حتى لو إنها ما أخذت حقها بالتنفيذ كلها، في أشياء منها تنفذت، لكن لليوم بنشوفها انه عمل كثير جبار بهداك الوقت. تمام دكتوره، كثير حلو اليوم، يعني مشاركاتك عديده وورش العمل ايضا عديده اليوم، مو بس بجامعه دمشق عم تكون الورش العمل، لا عم تكون بجامعات حتى خارج البلد. هلا كمان حابين نسالك عن ورشه عمل بجامعه لون بالسويد، خلينا نحكي عنها، شو هي الخبرات يلي اضافتها وقد هي مهمه؟ هلا كانت ورشة العمل اللي سويناها بجامعة لوند كانت اختصاصية، يعني أكثر من الورش العمل اللي حكيناها هلا، كانت بتخص الطالب، إنه الطالب بالجامعة قبل ما يقرأ المعلومة عم يقرأ رسالة بصرية، فنحن شلون هذا الطالب عم يقرأ الأشياء اللي عم نوصل له إياها، إن كانت دلالات رمزية، إن كانت شيء له علاقة بالفن أو ما له علاقة بالفن. وكمان كان في اختصاصيين، كان في اختصاصيين بعلم النفس، بعلم سيكولوجيا الصورة، بعلم طاقة الشكل، كان في اختصاصات جميلة جدا ومحاورات كتير حلوة، وصلنا لنتائج حلوة للتعاون بين جامعتنا وجامعة لوند. ولليوم الأفكار يعني ما زالت إنه عم نشتغل عليها، حتى لو مضى 10 سنين، يعني الأزمة اللي عشناها بطأت كل شيء، لكن الشغل ما زال مستمر لتطوير هذا الشيء. كمان بدنا نضوي على نقطة كتير مهمة دكتورة عتاب، اليوم تم قراءة المشهد التشكيلي السوري من قبل حضرتك، خلينا نحكي عنه كمان. أوه هذا السؤال حقيقة يعني إنه في حكي كتير. تفضلي. المشهد التشكيلي بسوريا، أول شيء يمكن أي فنان بيقعد بهذا المكان بيحكي نفس الجملة. عنا فنانين وعنا إبداع على مستوى عالمي، على مستوى رائع جدا من ناحية الكيف والكم، يعني في عنا تميز، في عنا قدرات، في عنا عالم دارسين وبيعرفوا شو عم يشتغلوا، تمام، يعني محترفين أكاديميين، لكن في يمكن ما عم يظهروا بطريقة صحيحة نتيجة الجو اللي نحن فيه. بس الشيء الصح بده يبين بالأخير، يعني إنه هني عم يشتغلوا مستمرين، وإن شاء الله هيك يعني بس هيك تزبط أمور بلدنا، يبينوا أكثر هن بمحترفاتهم عم يشتغلوا وعم ينجزوا لوحات كتير حلوة، ممكن ما عاد يقدروا يظهروها للناس وللأشخاص،
لكن أنا كمختصة بهالمجال عم شوف أعمال كتير حلوة بس الناس ما عم تشوفها. لفنانين محترفين عم بحكي، ما عم بحكي للهواة. يعني الفنان بالزمن اللي نحن فيه للأسف 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 قاعد بمحترفه وعم يشتغل، عنده لوحات بس ما عم يقدر، ولما يعني انه يحطها على الانستغرام يحطها على الفيس هذا الشيء ما بيأدي الغرض انه المشاهد يشوف اللوحه وجها لوجه. فبتمنى الايام الجايه هدول الفنانين يكون لهم فرص اكثر للظهور ولعرض اعمالهم ان شاء الله يا رب. طيب هدول الفنانين اليوم دكتوره هنم بحاجه لدعم معين او بحاجه لاساسيات وامور معينه يتعلموها كرمال ينجحوا اكثر بهذا المجال؟ خبرينا اكثر، شو الثغرات اللي عم تشوفيها موجوده عند هدول الفنانين اذا فينا نقول الجيل الجديد من الشباب اليوم؟ قولا واحدا، المبدع باي مجال بحاجه للدعم. اكيد بقى كيف بمجال الفن، يعني انا بشوف خاصه الشباب اللي عم ندرسهم يعني اغلب وقتهم عم بيروح بحياتهم لحتى يقدروا يضبطوا امورهم وحياتهم اليوميه، ما هم متفرغين للعمل الابداعي، والعمل الابداعي بده تفرغ. يعني هي اكبر مشكله عم شوفها حتى عند كل العالم، عند الفنانين وعند الاساتذه، لكن اكثر شيء عند الطلاب. العمل الابداعي بده نوع من خلينا نقول الرفاهيه، انه يكون عندي وقت لاشتغل، عندي وقت لاتخيل، عندي وقت لاطور نفسي لحتى اقدر اقدم شيء على المستوى اللي بحلم فيه. فنحن بحاجه لهالنوع من الدعم، يعني مثل اي مبدع بحاجه لادوات تقنيه مثلا، بحاجه مثلا كدارسين للفن بحاجه لمختبرات نعالج فيها اللون، نفهم فيها اللوحه، بحاجه ل كاميرات من نوع معين، بحاجة للتواصل مع أحسن الأبحاث اللي عم تصير بهالعالم. نحن هون عم نشتغل بشكل فردي، لما نصير نشتغل بشكل جماعي أكيد رح نحقق شيء أحلى بكثير على مستوى البلد. صحيح. ودائما دكتورة اللي عنده ماضي من الإنجازات والمشاركات والورشات الخارجية خارج بلده حتى بيكون في تطور بالمستوى. خلينا نحكي عن مشاركاتك القادمة. هلا انا شاركت بعدة دول بمعارض، بس حاليا يعني عم حاول اشتغل لمعرض ان شاء الله، يعني ما حقول وين حيكون، بس انه انا حابه بهذا المعرض انه بدي احكي كثير شغلات ما حاحكي هلا بالحكي، بس يعني في جملة رح اقولها بهذا الشيء، يعني الفنان وين ما عرض وين ما راح وباي مكان بالعالم بهم المكان اللي هو بلده وطنه. يعني أنا معرض هون بسوريا ساوي ويكون مهم والناس تشوفه وتحبه بهمني أكثر من أي مكان وأهم من أي دولة بالعالم. يعني الفنان أنا برأيي هيك، الفنان العالمي هو الفنان المحبوب من أهل بلده اللي عاشوا شغله اللي حبوا تفاصيل أعماله، مو الفنان اللي عرض بخمسين دولة على مستوى العالم. أكيد بنتمنى لك كل التوفيق بكل خطواتك القادمة. دكتورة ختاما خلينا هيك نعطي نصائح لكل حدا حابب يطور حاله اليوم بمجال الفن التشكيلي، شو ممكن نخبره؟ أول شيء يشتغل بشكل مستمر، بعدين إنه القراءات والاطلاعات، يعني الثقافة رقم واحد، أي مجال بدنا نشتغل فيه شيء لازم نكون مطلعين على كل شيء عم بيصير بهذا المجال. ثاني شيء التعامل مع أهل الاختصاص، مع مو شرط يكون اختصاص أكاديمي لا، بس الأسماء اللامعة بهذا المجال بتعرف عليهم بستفيد منهم بتعلم منهم، بظن هذا الشيء كافي. بس بالفن خصوصا بحاجة لشيء اسمه الشغف، إنه أنا مستمتع وأنا عم بشتغل هذا الشيء، أنا حابه، أنا مبسوط إنه عم ساوي هذا الشيء، هذا أهم شيء. أما الأشياء الثانية اللي حكيتها بتجي رديف لهذا الشيء. والله يعني بشكل عام وبكل مناحي الحياة يا دكتورة نحن بحاجة للشغف لحتى نقدر نضل مستمرين على طول. بدنا نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله هيك بالمشاركات القادمة نشوف أعمال كالعادة كلها إبداع وكلها فن حضرتك. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة عتاب ولوجودك معنا لليوم، وأكيد إن شاء الله للمزيد من الإنجازات بحياتك. أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا.